لحظات لا يصدقها عقل أمام الكعبة اليوم، مشاهد وثقها الحجاج بهواتفهم. الحرم المكي هو مكان مقدس يحظى بعناية خاصة من المسلمين حول العالم، لكن وسط هذه القدسية تحدث أحياناً مواقف ومشاهد غير متوقعة يلتقطها الحجاج والمعتمرون صدفة بهواتفهم. اليوم سنأخذكم في جولة حول بعض تلك اللحظات المثيرة التي شهدتها الكعبة المشرفة. بالله عليك أستحلفك بالله تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي محمد في تعليق قبل ما نبدأ. فتاة ترتدي ملابس غير ملائمة في الحرم. انتشر مقطع فيديو لفتاة ترتدي لباس الإحرام الخاص بالرجال مع كشف شعرها وكتفيها، مما أثار استغراب الجميع في الحرم المكي. كان تصرفها غريباً وغير مألوف بين الحجاج. رجل ينتفض عند رؤيته الكعبة لأول مرة. رجل مسن زار الكعبة لأول مرة لأداء العمرة، وعندما شاهد الكعبة أمامه بدأ يرتجف بشكل لا إرادي حتى أغشي عليه. هذا المشهد أثر في قلوب من حوله. أسراب من الحمام تطوف حول الكعبة. في مشهد مذهل، طافت أسراب الحمام حول الكعبة أثناء فترة منع الطواف في حركة مشابهة لطواف الحجاج، مما يدل على أن جميع المخلوقات تسبح بحمد الله. القبض على متحرش أثناء الطواف. تمكنت قوات الأمن في الحرم من القبض على رجل يستغل الزحام أثناء الطواف للتحرش بالنساء. أثارت الحادثة غضب الجميع، وكانت تنبيها للنساء باتخاذ الحيطة أثناء الطواف. فتاتان ترتديان ملابس غير لائقة. ظهرت فتاتان في الحرم بملابس كاشفة وضيقة، مما أثار استياء الحجاج. تدخل رجال الأمن لإيقافهن وإجبارهن على ارتداء العباءات. طير يقف على رأس حاج أثناء الطواف. في لقطة عجيبة، حط طير صغير على رأس أحد الحجاج وظل هناك طوال فترة الطواف، مما أثار دهشة الجميع وأضفى مشهدا مؤثرا على الحرم. محاولة الاعتداء على إمام الحرم. في أثناء خطبة الجمعة، حاول رجل الاعتداء على إمام الحرم باستخدام قطعة حديدية، لكن الحراس تمكنوا من إيقافه سريعا قبل أن يصيب الإمام بأي أذى. رجل يحمل أمه ويطوف بها. مشهد مؤثر لرجل يحمل أمه على ظهره أثناء الطواف بالكعبة في لفتة عظيمة من البر والوفاء، مما أثر في قلوب كل من شاهده. مشاهد غريبة لأشخاص مرضى نفسيا. رجل يحاول كسر زجاج جبل الصفا. بعد التحقيق تبين أنه مريض نفسي وتم تحويله للعلاج. رجل يحمل زجاجة وقود أثار الذعر في الحرم، لكن الأمن أكد أنه لم يكن ينوي الإضرار بالكعبة، بل كان يحاول لفت الانتباه لمشكلته الشخصية. شاب يسرق في الحرم. تمكنت كاميرات المراقبة من تسجيل شاب يقوم بالسرقة أثناء الطواف، وتم القبض عليه فورا من قبل قوات الأمن. عرض زواج داخل الحرم. في حادثة غريبة عام 2017، قرر شاب تركي تقديم عرض زواج لحبيبته داخل الحرم المكي، مما أثار استياء المسلمين حول العالم لعدم احترام قدسية المكان.
طفل صغير يركض نحو الكعبة بمفرده. في موقف أثار تعاطف الحاضرين، شوهد طفل صغير يركض نحو الكعبة المشرفة بمفرده بعد أن أفلت من يد والديه. بدت في عينيه براءة وشغف بالاقتراب من البيت الحرام، ما جعل الجميع يفسحون الطريق له وهو يلمس أستار الكعبة في مشهد مليء بالرهبة والبراءة. رجل يتحدث بلغات متعددة أمام الكعبة. أحد الحجاج أثناء دعائه أمام الكعبة بدأ في الحديث بلغات متعددة بشكل عفوي، مما أثار دهشة من حوله. البعض اعتقد أنه يتحدث بلسان معجزة، بينما أكد آخرون أنه كان يدعو بلغات يعرفها ليشمل جميع المسلمين حول العالم. حلقات ذكر عفوية تتشكل بين الغرباء. شهد الحرم المكي مشهدا عفويا نادرا، حيث تجمع مجموعة من الحجاج من جنسيات مختلفة في دائرة واحدة، وبدأوا بالتسبيح والذكر بصوت واحد، رغم عدم معرفتهم السابقة ببعضهم. هذه اللحظة جسدت وحدة المسلمين حول الكعبة. شاب يعيد حقيبة مليئة بالمال لحاج أضاعها. أثناء الطواف، عثر شاب على حقيبة مليئة بالنقود والمقتنيات الثمينة، وأصر على إعادة الحقيبة إلى صاحبها. بفضل الكاميرات والتنظيم، تمكن الأمن من مساعدة الشاب في تسليم الأمانة إلى صاحبها، الذي انفجر بالبكاء شكرا. ظهور قوس قزح فوق الكعبة. في إحدى الأمسيات، وبعد هطول أمطار خفيفة، ظهر قوس قزح جميل فوق الكعبة، مما أضفى أجواء روحانية على المكان، وجعل الحجاج يرفعون أياديهم بالدعاء والتكبير. امرأة عجوز تبكي بحرقة أمام الكعبة. شوهدت امرأة مسنة وهي تجلس على الأرض أمام الكعبة تبكي بحرقة وتدعو الله بصوت مسموع. كان الدعاء مؤثرا إلى حد أن بعض الحجاج من حولها شاركوها البكاء والدعاء، في لحظة تجلت فيها مشاعر الإيمان والخشوع. رجل يوزع الطعام على الطائفين. في مشهد عجيب، قام حاج بتوزيع عبوات ماء وتمر على الطائفين أثناء قيامه بالطواف. اعتبرها نوعا من الصدقة الجارية في هذا المكان المقدس. امرأة تحمل طفلا وتطوف رغم مرضها. في موقف ملهم، شاهدت امرأة تطوف بالكعبة وهي تحمل طفلها على كتفها، رغم أنها كانت تعاني من مرض مزمن جعلها تمشي بصعوبة. هذا المشهد لاقى تعاطف الحجاج الذين حاولوا مساعدتها، لكنها أصرت على إتمام الطواف بنفسها. شاب يساعد رجلا كفيفا في الطواف. قام شاب بتوجيه حاج كفيف أثناء طوافه بالكعبة، وأمسك بيده طوال الوقت، يشرح له كل التفاصيل المحيطة ويعينه على الدعاء. هذا الموقف أثار إعجاب الجميع وأبرز روح التعاون بين المسلمين. لحظة دخول قطة إلى الحرم. شوهدت قطة صغيرة تدخل الحرم المكي وتتجول بين المصلين والطائفين بهدوء. الطريف أن